تمريره اماميه للنادي الاسماعيلي، بدا يهدى النادي الاسماعيلي شويه. نادر فرج هو اللي بيكمل من ناحيه الشمال دلوقتي، ووراه حاتم سكر، وادي الكره والتمريره البينيه. يا ولد يا ولد يا ولد، بقول يا ولد من قبل ما يلعبها. يا 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 لسه بقول لكم، لما وقف من شويه على مشط رجله هي تلات ارباع الجول، اهو بقى ديت 90% من الجول التوقيفه. وبقول لكم ان نادر فرج عجبني جدا، لعيب صغير في السن عنده 21 سنه، ولاعب مع الاسماعيلي اغلب المباريات، لكن بصوا يا جماعه التوقيفه بالترقيصه، بصوا التوقيفه بالترقيصه فيها 90% من الجول. بصوا اهو ادي الكره البيضاء، سلام يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. ضربه الراس دي، الكره اللي سندها براسه ديت هي ثلاث ارباع الجول، هي ثلاث ارباع الجول، وحطها اول ما اتعدلت قدامه. يا سلام على الجول الحلو، الله، هدف من رائحه العظماء، هدف من رائحه العظماء، وما اكثر العظماء في النادي الاسماعيلي. نقول مين ولا مين؟ نقول على ابو جريشه ولا سيد عبد الرازق ولا السناري ولا ريعه ولا حسني عبد ربه، اخر حبات اللؤلؤ في الدراويش. وادي كوره جول جميل جميل جميل، يا سلام عليك يا نادر. الحقيقه من بدايه اللقاء بقى اشيد بهذا اللاعب، لعيب عنده القدره على اهم شيء للمهاجم، اهم شيء للمهاجم اللمسه الاولى للكوره.